بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعتنا، في كويز بسيط على المحاضرة اللي فاتت. في محاضرة النهاردة إن شاء الله هندرس مقدمة بسيطة عن الكلاسيفيكيشن وهنشوف الديسيشن تري. في الأول عايزين نعرف إيه المقصود بالكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن أو التصنيف هو نوع من أنواع تحليل البيانات بهدف إن إحنا نطلع موديل يخلي البيانات بتاعتنا نقدر ان احنا نعملها في كلاسز او نقدر ان احنا نصنفها. كمثال على كده، لو احنا عندنا ماركتنج مانجر في شركة اول الكترونيكس ومحتاج ان هو يعمل داتا اناليسز علشان تساعده انه يخمن الكاستومر ده هيشتري الكمبيوتر الجديد ده ولا مش هيشتري، هيشتري كمبيوتر جديد ولا لا. فالكلاسيفاير بتاعنا المفروض ان هو هيساعدنا ان احنا نصنف الكاستومرز يس هيشتري كمبيوتر جديد ولا نو. ازاي ان احنا بنقدر نعمل كلاسيفيكيشن؟ عندنا مرحلتين اساسيتين، اول مرحله اللي هي الليرنينج ستيب او التريننج فيز، والمرحله الثانيه اللي هي مرحله الكلاسيفيكيشن او اللي بنقدر نعمل فيها تيستينج عشان نتاكد انه الموديل بقى صالح ان هو نستخدمه ولا لسه. بنبدأ ان احنا نقسم الداتا بتاعتنا لمثلا 70% لمرحلة التريننج و30% لمرحلة التستنج، او 75% لمرحلة التريننج و25% لمرحلة التستنج، حسب يعني على حسب ما احنا محتاجين في الابليكيشن بتاعنا او نشوف ايه اللي هيطلع لنا احسن نتيجة. فلنفرض ان احنا اخترنا 70% ل30%، هناخد 70% بتوع التريننج نبدأ ندخلهم على الموديل، وفي مرحلة التريننج بيبدأ الموديل ان هو يتعلم ازاي يصنف الصور. يعني فلنفرض ان احنا الداتا ست اللي عندنا هي داتا ست لصور، هي مجموعة صور اشخاص ومجموعة صور عربيات. هيبدأ في مرحلة الليرنينج ستيب احنا بنبقى اوريدي مدين له انه الشكل ده لو جالك الشكل ده تصنفه على انه اشخاص، لو جالك الشكل ده تصنفه على انها عربيات. فبيبدأ ان هو يتعلم في كل صورة ايه الحاجات المميزة للشكل، ايه فين الايدجز، ويبدأ ان هو يشوف الحاجة ويتعلم منها بحيث ان هو بعد كده لما تجيله الصورة دي او صورة مشابهة ليها يعرف يصنفها او يتنبأ ان هي تبع الكلاس ده. بعد ما بنخلص مرحلة التريننج بنيجي لمرحلة التستنج، بيبقى عندنا 30% من الداتا احنا سايبينهم عشان نعمل عليهم مرحلة التستنج، وبيبقى برضو احنا عارفين كل حاجة من الداتا دي تبع انهي كلاس. بنبدأ ندخل الصور دي ونشوف هل الموديل بتاعنا هيصنف الصور دي مظبوط ولا لا، واحنا بيبقى معانا اصلا كل صورة تبع انهي كلاس. بعد كده بنقدر ان احنا نحسب الاكيورسي ونحكم هل الموديل ده الاكيورسي بتاعته عالية وفعلا دقته بتخليه يطلع لنا الصور التنبؤ بتاعها مظبوط لحد كبير ولا لا. لو طلع ان هو مقبول بالنسبة لنا، النسبة اللي طلعت دي مقبولة بالنسبة لنا، خلاص يبقى كده الموديل تمام. لكن لو طلعت نسبة الاكيورسي او الدقة بتاعته مش مرضية لنا، بنرجع للموديل بتاعنا تاني ونبدأ نظبط في الويتس او اللي هي الاوزان اللي داخل الشبكة لحد ما يظبط معانا ويطلع لنا النتيجة المرضية. وقت ما خلاص بيكون كده تمام الموديل بالنسبة لنا تمام والأوزان متظبطة، وقتها بنقدر ان احنا نجيب صور بقى من بره الداتا سيت اللي كانت عندنا اصلا، ونبدأ ان احنا ندخلها على الموديل ده ونشوف هل هو هيتنبأ صح ولا لا. والمفروض ان هو وقتها يشتغل كويس لان احنا مختبرينه وهو كده تمام. عندنا في هنا مثال على الكلاسيفيكيشن، كلاسيفيكيشن موديل تو كاتيجورايز بانك لون ابليكيشن. يعني البنك ده عايز ان هو يعمل كلاسيفيكيشن موديل علشان يقدر يشوف لو جاي يدي كارد لحد عنده من العملاء هل الكارد ده هيبقى سيف ولا ريسكي، هيكون قرار ان هو يدي كارد للشخص ده كويس ولا لا. هنشوف ده في المثال اللي جاي. في البداية هيعمل لنا مرحلة الليرنينج أو التريننج، دي داتا موجودة أصلا هو عارفها
زي ما قلنا ان هو بيبقى في مرحلة التريننج الداتا احنا بنبقى عارفين تصنيفها اصلا. ده اللون ديسيشن هو ده اللي احنا محتاجين انه بعد كده الكلاسيفيكيشن يطلع لنا نتيجة يا اما ريسكي يا اما سيف. فهنا في كذا حالة، كل دي حالات اهي بتبين لنا لو كان مثلا العمر قد ايه والانكم قد ايه هيبقى وقتها اللون ديسيشن ريسكي ولا سيف. ويبدأ من الحالات الكتيرة دي يبدأ الموديل يتدرب ان هو هياخد القرار ريسكي ولا سيف. ده الكلاسيفيكيشن الجوريزم. وهنا عندنا الرولز اللي بيبدأ يتعلم انه بناء على الرولز دي بياخد القرار. يعني هو هنا قايل اهو if age يساوي youth، لو كان هو شاب then loan decision risky، لو كان هاي هيبقى loan decision safe، لو الدخل بتاعه كبير يبقى كده القرار ان اللون دوت سيف، لو كان middle aged والانكم منخفض يبقى اللود ديسيشن اللون ديسيشن هيبقى ايه ريسكي. وهكذا هو حتى عمل لنا هنا نقطة اهي عشان يبين لنا ان في اكتر من رول. بعد كده المرحلة التانية اللي هي مرحلة التستنج بيكون عندنا برضو بنكون عارفين اللون ديسيشن في الاخر هيبقى ايه، بس في الفرق ما بين التريننج والتستنج ان احنا في التريننج بنخليه يتعلم، يعني نقول له لو كان عندك الايدج كذا والانكم كذا يبقى اللون ديسيشن كذا، لكن هنا في التستنج احنا بنديله الايدج والانكم وبناء على الرولز هو بيقول لنا بقى بيتنبأ لنا هي سيف ولا ريسكي، واحنا اوريدي معانا هي سيف ولا ريسكي، فبنقارن النتائج اللي طلعها بالنتائج اللي موجودة عندنا عشان وقتها نقدر نحكم على الموديل ده هل هو شغال كويس ولا لأ والأكيوريسي بتاعته كويسة ولا لأ. وفي النهاية يجي الجزء الأخير لما يكون عندنا نيو داتا نبدأ نشوف بقى هو هيشتغل ازاي الموديل بعد كده. Supervised versus unsupervised learning. Supervised learning اللي احنا بنتكلم عنه من بداية المحاضرة اللي هو ان احنا بيكون عندنا اصلا الليبل بتاع الكلاس بنكون عارفينه من الاول، الكلاس ليبل بيكون معروف معانا من الاول. اما في الان سوبرفايزد ليرنينج او كمثال شهير عليه الكلاسترنج ما بيكونش معانا الكلاس ليبل من الاول. ديسيشن تري او شجره القرار. الديسيشن تري هي سوبرفايزد ليرنينج ميثود بتستخدم عشان كلاسيفيكيشن او ريجريشن، وهي عبارة عن فلوت شارت أو جراف بيكون فيه الروت اللي هو بيبقى الرأس بتاع الشجرة بعد كده تكون عندنا الأفرع بتاعتها بيبقى فيه نودز زي كده وكمان ممكن كمان نودز ده بنسميه الروت زي اول حاجة مكتوب هنا. بعد كده النون ليف نود اللي هي دي اللي بتبقى اي نود في النص دي لو في تكملة كده دي كمان هتبقى نون دي تبقى نون ليف نود، لكن الاخيرة خالص دي اللي بتبقى الاطراف بتاعت الشجرة دي بتبقى اسمها الليف نود، واللي في النص دي طبعا اللي هي بتبقى الافرع بتاعت الشجرة زي ما هنشوف في المثال اللي بعد كده. المثال اللي عندنا بيتكلم عن buying a computer yes or no، عايزين نعمل classification بناء على yes or no على موضوع شراء الكمبيوتر. في المثال ده هنقدر ان احنا نتعرف على الاجزاء بتاعت الشجرة اللي هي الروت والنود والنون ليف نود والبرانش. ده طبعا الروت واللي بيبقى تحت اللي هي النهايات بتاعت النود اللي ملهاش تفريع بعدها دي بتبقى الليف نود ودي كمان ليف نود.
دولت نون ليف نود، لأن هما لسه ليهم تفريعة بعد كده، وده البرانش. أنواع الديسيشن تري، كان أول نوع ظهر الـ ID3، وبعده كان يعتبر الامتداد ليه اللي هو C45، وفي النهاية الـ Classification and Regression Tree أو Layer Chart، دي اللي احنا هنشتغل عليها إن شاء الله. والثلاث أنواع سواء الـ ID3 أو الـ C45 أو الـ Chart بيتبعوا النظام الـ Non-Back Tracking، يعني الشجرة زي ما شفنا من شوية بتبقى من الروت وتفضل تنزل لحد الليفز والنون ليف وهكذا، توب داون من فوق لتحت، ما بترجعش تاني من تحت لفوق، دي ما بتحصلش. عندنا ثلاث احتمالات لتقسيم شجرة القرار. أول حاجة A is discrete valued أو A is continuous valued أو A discrete valued and a binary tree must be produced. معنى ايه الكلام ده؟ اول احتمال A is discrete valued، يعني قيم زي ما انتم شايفين كده red, green, blue، ده لو كان الروت color، لو كان الروت income low او medium او high، ده معناه ان هي بتبقى قيم. الحالة الثانية continuous valued، يعني range، يعني مثلا لو قلنا ان الروت income هنا مش قيمة محددة، هو بيقول لك انه اقل من او يساوي 42,000، range من القيم، عشان كده قالنا ان هي continuous valued. اخر حاجة موضوع الباينري ده معناه ان هي يا اما yes يا اما no، يعني عندنا color بينتمي للمجموعة دي red و green، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت في اكتر من طريقة للتقسيم، طيب ايه افضل طريقة نختارها؟ وهنا بيجي دور الـ attribute selection measure. الـ attribute selection measure هو عبارة عن حاجة ارشادية علشان نقدر نختار الـ splitting criterion that best separates a given data partition ليه class labeled training tables. الـ attribute selection measure ممكن برضو ان احنا نسميه الـ splitting rules، وده لانه بيحدد لنا الطريقة او الرول اللي هنمشي بيها في التقسيم. في اكتر من طريقة للـ attribute selection measure، زي الـ information gain أو الـ gain ratio أو الـ gini index، أو في كمان طرق غير كده، ولكن احنا هنستخدم في المثال اللي هنحله دلوقتي الـ gini index. الـ gini index هو metric for classification task in cart. الـ gini index طريقة قائمة على الاحتمالات، حيث ان احنا بنطرح واحد ناقص مربع الاحتمالات اللي موجودة عندنا، زي ما هنشوف في المثال اللي جاي هتفهموا الطريقة دي ان شاء الله كويس جدا. المثال اللي هنحله دلوقتي هنستخدم فيه decision tree من النوع cart و attribute selection measure gini index. عندنا جدول بيعبر عن حالة الطقس، وبناء على حالة الطقس دي عايزين ناخد قرار الشخص ده هيقدر يطلع يلعب جولف ولا لا. حتى انتوا هتلاقوا في الديسيشن yes او no. عندنا في اكتر من حاجة زي الاوتلوك اللي هو المنظر، الجو عامل ازاي، مشمس ولا في رطوبة ولا في مطر، زي التمبريتشر درجة الحرارة، hot ولا mild ولا cold، زي الهوميديتي الرطوبة، والويند حركة الرياح. كل الحاجات دي هتساعدنا ان احنا ناخد القرار في النهاية. طبعا الجدول بالمنظر ده يتوه جدا، لكن مجرد ما هنحوله
للديسيشن تري هتلاقوا الموضوع ابسط بكتير، وده الهدف الاساسي من الديسيشن تري، ان هو بيبسط لنا شكل الحاجه بدل ما الجدول يبقى على بعضه كده ونتوه جواه. لا، الموضوع هيبقى شكله احسن ومفهوم بشكل ابسط. طيب احنا هنا عندنا اكتر من حاجه ومش عارفين نختار انهي تكون الروت، يعني هنختار انهي من دول الروت وبعد كده نبدا نكون الديسيشن تري. هنا هيجي دور الجيني اندكس ان هو هيساعدنا نعرف مين من دول الانسب انها تكون الروت زي ما هنشوف بعد كده. هنبدا نحل المثال بتاعنا. ان احنا هناخد في الاول اول كولوم عندنا اللي هو بتاع الاوتلوك، ده الجدول الاساسي بتاعنا اللي كان في السلايد اللي فاتت. عايزين نلخص الاوتلوك مع decision في جدول صغير، ونفس الكلام نفس الخطوات اللي هنعملها في الاوتلوك هنعملها في السلايد اللي بعد كده مع التم مع الهيوميديتي مع الويند. بس خلينا دلوقتي الاول نشوف الاوتلوك. عدوا معايا كده عندنا كام احتمال ان الاوتلوك يكون صاني. 1 2 3 4 5 فعلا اهو صاني، طلع لنا number of instance 5. طيب الخمسة دول فيهم كام واحدة يس وكام واحدة نو؟ هنلاقي ان الصاني اهو ادي واحدة نو، اتنين، تلاتة، هما فعلا هنا تلاتة. وكم واحدة صاني يس؟ واحدة اهي، اتنين، اتنين يس. هنيجي اللي بعد كده الأوفر كاست، عندنا ليها كام احتمال؟ 1 2 3 4 يبقى number of instance 4. كام واحد منهم no كام واحد yes؟ هنلاقي ان كلهم yes. الأربع حالات يس. ومفيش خالص نو، هنحط صفر. آخر حاجة الرين، نعد هما كام حالة؟ 1 2 3 4 5 خمسة number of instance. كم منهم yes وكم no؟ هنلاقي ان هما تلاتة yes، 1 2 3 واتنين no. وهنا نبدأ نستخدم اللي هو القانون بتاع الجيني. جيني اوتلوك بتاع الحالة بتاعت الصاني يساوي 1 ناقص 1 ناقص اللي هو ده الجزء ده من القانون. الجزء التاني 2 على 5 الكل تربيع اللي هو كام مرة احتمال ان هي تكون يس؟ 2 على 5، 2 من الـ5 حالات، 2 على 5 الكل تربيع، ناقص 3 على 5 اللي هي التلاتة بتاعت نو على 5 الكل تربيع، هتدينا الرقم ده. نفس الكلام في الأوفر كاست، 1 ناقص 4 على 4
كرة تربيع ناقص 0/4 تطلع لنا، ناقص 0/4 كرة تربيع يطلع لنا 0. نفس الكلام في الرين وهتطلع لنا الرقم ده. في النهاية بنحسب جيني أوتلوك كله على بعضه، بيساوي 5/14 في 48%. الأرقام دي جت منين؟ الخمس حالات بتوع النمبر اوف انستانس بتاع الصاني كانوا 5، الرقم ده 5/14 اللي هم الحالات كلهم مضروبة في 48% اللي هو الرقم اللي طلع لنا اللي حسبناه، زائد 4 اللي هي عدد الحالات كلها بتاعت الأوفركاست، على 14 اللي هي عدد الحالات كلها بتاعت الاحتمالات كلها مضروبة في 0 الرقم اللي طلع لنا هنا ده، زائد 5/14 اللي هي الحالة بتاعت الرين كان number of instance 5 كلهم 5، على 14 اللي هو العدد الكلي بتاع الحالات كلها مضروبة في الرقم اللي طلع لنا من جيني اوتلوك رين. في النهاية يطلع لنا الرقم ده اللي هو 342,000، ده الرقم بتاع الاوتلوك. هنكرر نفس الخطوات اللي عملناها دي بالظبط مع كل واحد من دول اللي هو التيم والهيوميديتي والويند، ونشوف الارقام دي. تعال نشوف السلايد اللي بعد كده. بالنسبة للتمبريتشر هنعمل نفس الخطوات بالظبط، هنطلع الجدول بتاعها نفس ما عملنا الاوتلوك بالظبط، ونطلع القيم عند كل حالة منهم، وفي النهاية نطلع الجيني بتاع التمبريتشر. بعد كده هنعمل نفس الكلام مع الهيوميديتي ومع الويند. كده نبقى خلصنا الاوتلوك، تمبريتشر، الهيوميديتي، الويند. هنيجي للخطوة اللي بعد كده. After calculating all Gini indices of the four cases، خلاص احنا حسبنا للأربع حالات، جه الوقت ان احنا نقرر احنا هنختار انهي حالة فيهم، انهي واحدة فيهم ان هي تكون الروت بتاعنا. The variable with least cost of Gini index، يعني ادي القيم هي اللي احنا كنا وصلنا لها في نهاية كل الحسابات بتاعتنا. كل ما بنحسب حاجة الأوتلوك أو التمبريتشر أو الهيوميديتي أو الويند، بنحسب الجيني بتاع التجميع بتاعتها دي، بنحطها في جدول في النهاية عشان نقدر نقرر هناخد أنهي واحدة تكون الروت بتاعنا. وفي النهاية هناخد اللي هي الأقل، أقل زي ما انتوا شايفين اللي هي الأوتلوك، ده أقل رقم فيهم، يبقى ده كده الروت بتاعنا. هنبدأ نرسم شكل جديد للجدول. بدل ما الجدول بتاعنا كان بالشكل ده، ده الشكل الأصلي اللي معانا من بداية المثال، احنا خلاص دلوقتي عرفنا الروت، فهنبدأ نكون مبدئيا شكل الشجرة. اهو حطينا الروت في مكانه، وبعد كده طلعنا منها التفريعات بتاعة الروت اللي هي كانت ايه؟ بتاعة الأوتلوك اللي هي كانت صاني، أوفركاست، ورين. وهنبدأ نحط البيانات الباقية من الجدول في شكل جداول صغيرة بناء على تصنيف الأوتلوك. يعني في الجدول الفرع بتاع الصني، الفرع بتاع الصني ده هنحط الجدول اللي فيه الأوتلوك الخاص بالصني، 5 حالات بتوع الصني أهم، وننقل بقية الجدول حسب البيانات بتاعته، بتاع قصاد كل واحدة من الصني قصادها ايه. وكذلك هنعمل في الأوفركاست، وكذلك في الرين. هتلاحظوا ان الدنيا بدأت شوية تتبسط عن الأول، عن ما كانت بشكل الجدول الكبير الأصلي. هنا بنبدأ نكرر نفس الخطوات اللي كنا بنعملها في الأول بس على الجدول الصغير. يعني خلاص انسوا الجدول الكبير بقى، احنا كده بسطناه شوية، وهنبدأ نشتغل على الجداول الصغيرة دي جدول جدول، كل واحد لوحده.
هو ده نفس الجدول اللي هنا اللي في الفرع بتاع الصاني اهو، منقول هنا عشان يبقى بشكل اوضح ونبدأ نشتغل عليه. هنا هنبدأ برضو ان احنا نحسب جيني، هي اوتلوك صاني كده كده ثابتة في كل الحالات دي، لكن هنا عند temperature hot وهنا عند temperature cool وهنا عند temperature melt هنعمل نفس الخطوات اللي كنا بنعملها في الاول بالظبط، اللي هو ان احنا نحسب ال number of instance ونشوف كم مرة موجودة بيس وكم مرة موجودة بنو، وفي النهاية بعد ما بنطلع كل واحدة لوحدها بنجمعهم ونخلي الرقم ده معانا عشان نشوف بعد كده هنكمل الشجرة ازاي. نفس الكلام هنعمله مع الـ humidity و مع الـ wind. كل ده طبعا احنا مثبتين الصاني اوتلوك لان احنا في الفرع بتاع صاني اوتلوك دلوقتي. في النهاية احنا عايزين ناخد قرار نشوف هنعمل ايه بعد اما وصلنا للفرع بتاع الصاني اوتلوك، هنكمل بقية الشجرة ازاي، الجدول الصغير اللي طلع لنا هنكمله ازاي. دي كده الملخص بتاع الخطوات اللي فاتت اللي هي بتاعة الجدول الصغير بتاع الفرع بتاع الصاني، ده الملخص بتاعه. هنشوف برضو فين أقل جيني وهو ده اللي هنكمل بيه. طبعا هي الهيوميديتي اللي هي بصفر، والهيوميديتي كان ليها حالتين اهو، خلاص احنا خدنا قرار ان احنا هنكمل بالهيوميديتي، كان ليها حالتين هاي ونورمال. كده خلاص الجزء ده من الشجرة انتهى. نبدأ نعمل نفس الكلام في الجزء ده، نفس الخطوات لحد برضو ما نقدر نختار احنا هنكمل التقسيم ازاي. معانا نفس القانون، وده الجزء اللي باقي من الشجرة اللي احنا محتاجين نشوف هنقسمه ازاي. الجدول ده هو نفسه الجدول ده، ولكن نقلناه هنا بس عشان هنا مش واضح بالنسبة لكم، هنا تشوفوا بشكل اوضح. الحالة بتاعت الاوتلوك اللي هي رين ثابتة فيهم كلهم، واحنا عايزين نحسب الجيني بتاع التمبريتشر والهيوميديتي والويند بحيث ان احنا في النهاية نعرف ناخد قرار انه اصغر جيني فيهم، ويبقى ده اللي احنا هناخده نكمل بيه للجزء ده من الشجر. هنلاقي ان التمبريتشر ليها حالتين اما ميلد او كول، ونبدأ نكون الجدول زي ما كنا بنعمل في الخطوات اللي فاتت بالظبط، نشوف كل واحدة منهم number of instance كام، وبنحسب باستخدام القانون اللي ثابت معانا في كل الخطوات اللي فاتت والخطوات اللي جاية. بنحسب الكول الأول وبعد كده النيلد، وفي النهاية بنجمعهم برضه. نخلي الرقم ده معانا عشان هنحطه في الجدول اللي في الاخر هنقارن بيه ما بين التمبريتشر والهيوميديتي والويند. بس خلوا بالكم احنا بنشتغل دلوقتي على الفرع بتاع الاوتلوك رين، وفي النهاية هناخد القرار بتاع الرين اوتلوك، هنختار برضو اقل حاجة اللي هي اقل رقم جيني بيطلع لنا اللي هو الويند، ويبقى ده عندنا الشكل النهائي للشجره باستخدام الكارت الجوريزم. طبعا زي ما انتم شايفين كده شكل الجدول نفسه كان يتوه، ما نعرفش ان احنا نطلع منه البيانات بشكل سهل، لكن لما قدرنا ان احنا نحوله للديسيشن تري بقى شكلها ابسط، وتقدر ان انت تقراها وتفهمها بشكل اوضح. اتمنى تكون فكرة الديسيشن تري واضحة بالنسبة لكم،
ولو في أي سؤال ياريت تتواصلوا معايا. شكرا جزيلا.